ولسه مكملين معاكم. وزي ما مروه قالت قبل الفاصل ان الفقره دي بتهم يعني تحديدا ستات البيوت. التيفال من اهم انواع الاواني اللي بتستخدمها البيوت المصريه. طبعا فيها سهوله بقى، يعني فيها مميزات كتير، سهله التنظيف، ويمكن كتير من رباط البيوت بيحبوا يستخدموها، لكن مش كل حاجه الست عايزاها للاسف بتلاقيها، او يعني زي ما بنقول كده ايه، الحلو ما يكملش. طبعا بالرغم من مميزات الاواني التيفال الا ان هي بتشكل خطر كبير جدا على صحه الانسان في حاله اساءه استخدامها، لانها مصنوعه من ماده اسمها التفلون. الماده دي يعني للاسف بتستخدم في صناعه ارصفه الشوارع. طبعا هنعرف اكتر وهنتكلم بالتفصيل، ومنورانا في الاستوديو الدكتوره ياسمين الصرفي اخصائيه التغذيه العلاجيه، هنتعرف منها على المميزات وعلى الاضرار. وصباح الورد عليك يا دكتور ومنورانا. صباح الورد عليك يا دكتور. طيب خلينا زي ما قلنا في الانترو، احنا ما فيش بيت في مصر بيخلى من الحلل التيفال، والست المصريه بتبقى مبسوطه جدا بيها وسعيده وانها ما بتلزقش، ويعني وبتنضفها بسرعه كل حاجه. لكن اكيد لكل حاجه ليها مميزات وليها عيوب. عايزين نعرف من حضرتك ايه هي، ونعرف كمان ستات البيوت ايه هي مخاطر او العيوب بتاعت الحلل او الصواني التيفال. انت قلت جزء من الاجابه في المقدمه. اول حاجه مميزاتها طبعا انها ما بتلزقش، وانها موصل جيد الحراره، يعني الاكل بيستوي بصوره كويسه كله، يعني كل الحراره وصل الاكل كله. العيب بقى زي ما انت قلتي انها معمول من ماده التفلون. التفلون دي لما بتتسخن، لما بتتعرض لدرجات حراره عاليه، بتتحلل حراريا، يطلع منها جازات غازات بتسبب اعراض مشابهه لانفلونزا الطيور. ولو اتخربشت الجزيئات اللي موجوده في السي دي بتتسرب، بتروح تتفاعل مع الاكل، ودي حاجات مسرطنه جدا طبعا. فالحل ان هي طول ما الطبقه دي انتكت ما تخربشتش سليم، يعني ما فيش منها خطر، بس ما تسخنش جامد قوي، ما احطش زيت كتير فيها، ما تسخنهاش درجه حراره عاليه، وانا بقلب فيها ما استخدمش معلقه حديد عشان ما تتخربش، استخدم معلق خشب، ويا ريت يا ريت يعني كل 8 اشهر كده اغيرها. احنا بنسيبها لغايه لما يعني تجيب اجلها. زين ما كنت لسه هقول لك، ما فيش ست بيت بتتخلى عن الحله بتاعتها، ما تتخربش والتفال يعني كله بيروح، ما تروح خالص وبتفضل محتفظه بيها، ممكن في حاجات فيها تتكسر وبرده هي محتفظه بيها. بس خطر جدا. خلينا نتكلم عن موضوع الخدش ده، لانه لفت نظري. يعني ما فيش حله يمكن بيطبخ فيها ما بتتخدش. طبيعي ان انت ما بتيجي تقلبي بتعملي فيها رز او ايا كان الاكل اللي بتعمليها، طبيعي ان هي تتخدش. سمعنا انه الاواني التيفال لما بتتخدش للاسف ممكن تسبب تسمم غذائي وكمان كانسر. الكلام ده حقيقي؟ ما لسه كنت بقول، هي لو اتخربشت هيطلع الجزيئات اللي فيها. بصي يعني بتطلع رصاص، بتطلع مواد، بتطلع ماده التيفال. طبعا الحاجات دي كلها يعني زي ما انت قلتي بتستخدم في رصف الشوارع، فتخيلي بقى تتراكم في الجسم، تطلع اكيد حتى هتسبب لجسم امراض، حتى لو مش كانسر، بس ممكن تلف في خلايا المخ، ممكن بتاثر على النمو، ممكن تعمل تشنجات، ممكن تعمل اي حاجه. طيب انت قلتي لي كل 8 شهور المفروض ان احنا نغير الحلل التيفال او اي نوع تاني من انواع الحلل، مش التيفال بس. لا التيفال خصوصا. يعني بصي في انواع مثلا الاستانس والحاجات دي تاني ما بتتجرحش، في حاجات تانية كويسه، في الحاجات السيراميك يعني واخده مميزات التيفال اللي هي ما بتتجرحش وبتتنضف بسرعه، بس ممكن اسخنها درجه حراره عاليه ومش مضره زي التيفال. عندك الحاجات الحديد، الحاجات الحديد دي مفيده جدا، لان ممكن كمان استخدمها لمرضى الانيميا، بتعزز نسبه الحديد في الاكل فعلا. بس بتتفاعل مع الحاجات الحمضيه، يعني اللي هي مثلا لو طماطم او حاجات فيها ليمون طعمها بيغير شويه. عندك الالومنيوم والفخار، الاثنين كويسين، بس لازم انقحهم في ميه وخل 24 ساعه قبل ما استخدمهم عشان الرصاص اللي فيهم، ماده الرصاص دي خطر جدا. وعندك الستانلس، وعندك الانامل، وعندك النحاس. بس نصيحة يعني نصيحه قبل ما نخرج من التيفال، ننصح كل ستات البيوت اللي بيشوفونا دلوقتي ان هم يجيبوا اواني تيفال ولا يغيروها زي ما قلنا بالالومنيوم والفخار افضل، ولا يخلوها ويبقى ليها استخدام يعني يخلوها اللي عندها مقنن استخدامها بالظبط او تغيرها. بس الصحي قوي هو اكتر حاجه صحيه الحديد، لانه مش متوافر، والازاز والفخار. طيب برضو نصيحه للي بيشوفونا اللي عندهم تيفال، وزي ما قلنا ما فيش بيت في مصر ما فيهوش تيفال، يغسلوه ازاي؟ يعني ينضفوه ازاي؟ مش بحاجه خشنه، يعني يا ريت بحاجه تكون اولا وانت بتقلبي وانت بتعملي على النار، بلاش زي ما قلنا بحاجه حديد، وبعدين تسيبي الميه عليها او وتحطيها ميه سخنه مثلا، يعني ميه سخنه والديترجنت اللي تحطيه اللي هينضف لغايه ما تبتدي، وبعدين بحاجه خفيفه بقى ابتدي انضف فيها، بلاش تجريح يعني، دي اهم حاجه. طيب خلينا نتكلم بقى، نخرج شويه بره الاواني التيفال ونتكلم عن البلاستيكات. مفيش برضو بيت في مصر ما فيهوش ازازه بلاستيك، سواء حتى الناس اللي بتشرب ميه معدنيه او اللي محتفظه
بأزايز ميه بلاستيك وبعد كده بترجع تملاها تاني وتحطها في التلاجة. ايه مميزاتها وايه خطورتها؟ طبعا انت عارف الستات المصريه كلها بتحب الريسايكلينج جدا، علب الحلاوه وازايز الميه، مفيش حاجه بتتبرر. الستات المصريه مفيش حاجه مدبره، والبرطمانات بتاعت الازاز اللي هي بتاعت الصلصه كله اللي بيتحط تاني ما يترميش كذا واحده كمان. بصي لازم نعرف الاول نوع البلاستيك المستخدم، كل حاجه مكتوب عليها من تحت مثلث فيه رقم. الرقم ده بيدينا معنى، رقم واحد اللي هو بنلاقيه على ازايز الميه وقلب الشامبو حاجات الديترجنت اللي هي المنظفات كلها، ده رقم واحد معناه نستخدمه مره واحده بس. ايه ده؟ لا ثانيه واحده، يعني بنقلب الازازه من تحت الرقم ده مثلث؟ اه هما بيكتبوا نستخدمه كم مره؟ لا ما هو الرقم، هو بيكتب لك الرقم بس انت المفروض تكوني فاهمه الرقم ده السيجنيفيكانس بتاعه ايه. انا هقوله بقى اللي هو اللي احنا بنقوله دلوقتي. طب قولي بقى. اوكي يعني. واحد ده مره واحده بس، زي اللي هو الميه ازايز الميه زي ما قلنا، والشامبوهات والحاجات المنظفات اللي هي بتستخدم في البيت. في عندي رقم 2 و4 و5، دولت سيف يعني دولت نوع من البلاستيك الامن. بس ما احطش فيه ميه سخنه ولا ميه ساقعه ولا سخن فيه برضو درجه حراره عاليه ولا دخله مايكرويف. المايكرويف ليها حاجات مخصوصه لازم تخش فيها المايكرويف عشان ما تبقاش مسرطنه، مش اي حاجه دخلها المايكرويف. بتلاقيها في علب الحلاوه، في علب الايس كريم، في الادويه، في الاسترو، في الشاليموهات. الفخار ممكن يدخل المايكرويف؟ لا، حاجات المايكرويف بتبقى فيها علب مخصوص مكتوب عليها للمايكرويف. لا احنا برضو عشان بصي احنا بنتكلم ستات البيوت اللي هم ايه كل حاجه بتتحط في المايكرويف عشان تتسخن. انا مثلا امبارح لسه مسخنه طاجن فخار كده في المايكرويف، كنت مستسهله لسه هطلع واحطه في العلبه بتاعته، قلت يلا نخلص بسرعه يعني. لكن الفخار لا ما ينفعش. ممكن بس مش امن برضو، يعني في علب مخصصه للمايكرويف يعني تسالي عليها في السوبر ماركت ودي احسن حاجه تستخدميها للمايكرويف. زي ما قلنا موجوده في الحلاوه، موجوده في قلب الايس كريم، موجوده في الاكياس بتاعه الساندوتشات اللي ممكن ساعات استخدمها تاني، موجوده في يعني الحاجات اللي مكتوب عليها رقم 5 و4 2 هي اكتر حاجه سيف بالنسبه لنا، 3 و6 و7 ابعد عنها تماما. طب خلينا نقول المعلومه دي تاني، اللي مكتوب عليها 5 و4 و2 دول سيف، دول سيف. اللي ايه بقى ابعد عنهم؟ واحد مره ونرميها. اوكي 3 6 7 دي ما نستخدمهاش خالص، دي بتستخدم في حاجات الصناعيه. 3 6 7 ما تستخدموهاش خالص. 5 4 2 في الازاز بتاع دي سيف. واحد احنا قلنا رقم واحد ايه؟ مره واحده بس. واحد طيب. مره واحده. خلينا نتكلم بقى عن الرصاص واضرار الرصاص، وللاسف ان ده موجود في حاجات كتير قوي موجوده في حياتنا بالزبط. وخلينا نقول ابسط حاجه انه اي بيت فيه اطفال لعب الاطفال بالزبط. فيها رصاص. خلينا نتكلم برضو عن اضراره وازاي نقدر نتعامل حتى مع لعب الاطفال وباقي الحاجات اللي بتحتوي على الرصاص. احنا لسه قايلين في الاواني اللي هي الزجاج والفخار لازم نغسل بميه وخل عشان الرصاص. عندي بقى حاجات تانية بيجي لي منها الرصاص، الاراضي الزراعيه المكشوفه اللي على الطرق والعربيات النقل رايح جاي طالع منها عوادم بتتلوث بيها، الاماكن اللي بتبيع خضار جنب محطات البنزين، السمك في الميه لما بيرموا المخلفات الصناعيه والسمك ياكلها عندك السمكه بتاخد كميه من الرصاص رهيبه، فانت وانت بتاكلي السمكه لازم تشيلي القلب والاحشاء والديل. دي الحتت اللي بتركز فيها الرصاص. عندك الميه اللي نازله من الحنفيات لان المواسير معموله من الرصاص، لازم تسيبي الميه تنزل حوالي مثلا كام دقيقه كده قبل ما تستخدميها. ويستحسن تكون مواسير الميه معموله من النحاس طبعا، بس كده كده اللحام حتى بيبقى من الرصاص فلازم برضه تسيبي الميه حوالي 3 دقائق. الدهانات بتاعه الحيطه لو اتخربشت وحد حط ايده عليها الرصاص يطلع منها، لعب الاطفال برضه لو اتخربشت، بنزين العربيات، صبغات الشعر، كل دي حاجات بس دكتور انت بتقولي عن حاجات بتحصل يعني ده الطبيعي. طبيعي ما هي بصي كميه صغيره من هنا على كميه صغيره من هنا على كميه تتراكم في الجسم وتعمل بقى اعراض خطيره جدا. يعني اول اعراض تسمم الرصاص تلاقي الشفايف ازرقت، وبعدين على الاطفال بتعمل تلف خلايا المخ يعني تاثر على النمو الجسماني والعقلي. الاطفال الحقيقه جدا هم الجديدين الحقيقه مش ناقصين تخلف عقلي يعني. الجسماني والعقلي بتعمل عصبيه جدا، بتعمل انيميا وتعمل امساك وتعمل مغص. طيب نخلي بالنا جدا. طيب خلينا نتكلم عن بعض الاخطاء الشائعه اللي بتقع فيها ستات البيوت اللي بيعملوها واللي بتبقى الحقيقه بتبقى حاجات دارجه وما بيبقوش عارفين ان هي حاجات غلط. فتعالي نعرفهم يعني اللي بيتفرجوا علينا واللي عنده نصيحه او عنده حاجه جربها يا ريت يكلمنا ويقول لنا يعني حاجات معلومه كان مغلوط فيها وهو عارف الصح بتاعها ايه. ايه بعض الاخطاء الشائعه اللي ستات البيوت بيقعوا فيها والصح بتاعها ايه؟ تنظيف مثلا حاجات، تنظيف يعني زي قلنا التيفال مثلا الناس بتنظفه بتقعد تدعك جامد قوي فيه. لا قلنا مثلا التنظيف التيفال بطريقه تانية، تنظيف الحاجات الازاز، التعقيم، اي حاجه خاصه بالبيت، الخضار. بصي الخضار لازم يتغسل بميه وصابون عشان اضمن انه او يتنقع في ميه وخل. سؤال والنبي عشان انا السؤال ده مراهنه فيه واحده صاحبتي. الفراخ اما بنيجي نغسلها
بنغسلها بالصابون الاول ولا بالميه بس قبل الخل والملح والدقيق والكلام ده كله؟ لا بالصابون صعب شويه يعني. فعلا يعني بس انت انا قلت لها كده على فكره طعمها هيغير. لا طب جربيها ميه وصابون. انا بغسلها بميه وصابون عشان ريحه الزفاره. ممكن دقيق. طب احنا ممكن ندخل للسؤال الاهم بدل موضوع الفراخ والصابون. لا اصل دي بجد معلومه برضو من الناس الحاجات اللي مغلوط فيها. انت مثلا تقولي لا الصابون بيخلي فيه ريحه زفاره سوري بيخلي فيه ريحه في الفراخ بتغير طعم. لا والله ما بتغيرش الطعم لان انا ما بحبش ريحه الزفاره في الفراخ او في اي اكل عموما. وبتتغسل كويس جدا بعدين بالدقيق والملح والخل. دي معلومه انا بقولها لكم جربوها. طب ده يخليني انا بسالك سؤال تاني يعني قريب شويه من موضوع اللي نرمين بتسال عنه وهي طريقه الطهي الصحيحه. ازاي نقدر نطبخ بشكل صحي وفي نفس الوقت من غير ما نخدش الحله من غير ما نتعرض لاي مشاكل؟ الطهي الصحي على البخار. عشان الطهي الصحي على البخار لان التسخين الزايد للاكل بيفقد كل الفيتامينز والمينرالز المهمه اللي فيها. فاحسن حاجه ان انا اطهي الاكل على البخار او اسلق لدرجه حرارته لوقت قليل ومش درجه حراره عاليه. الحاجه الوحيده اللي لو اتسلقت فايدتها بتزيد هي الجزر لان ماده البيتا كاروتين الغلاف اللي حواليها بيدوب في الحراره فالجسم يعرف يستفيد من الماده اللي موجوده. هو انا نفسي اسال مروه بس سؤال, هو انت اصلا بتطبخي؟ لا. طيب خلاص انا معترفه بس يعني يوم حتى ما هاجي اطبخ مش هغسل الفراخ بالصابون. اطبخي على البخار. لا بس خليني برضو اسالك على موضوع البخار. حلل البخار دلوقتي بقت منتشره في بيوت كتير جدا وخصوصا للناس اللي عايزه تعمل دايت. للاسف الاكل اللي بيبقى معمول على البخار ده بيبقى ملوش اي طعم. وتحديدا للناس اللي واخده على الاكل بقى اللي هو بياكلوا اكل طبيعي بزيت او بسمنه يعني. فكلمينا برضو, انا عارفه ان هي بتبقى مور سيف عن اي حله تانية صح كده؟ طيب بالنسبه للطعم يعني عالجنا مشكله الطعم واللي هي صحيه ولا لا؟ قد ما تقدر يعني هتتبلي الاكل فيها بحاجات تديها طعم حلو. ملح وفلفل بهارات خل ليمون لكن هو الطعم ممكن ما يكونش حلو بس ليه مره في جوز الطيب وفي سماق. ايوه ماشي بس دايما الواحد لما بيبقى واخد على طريقه اكل معينه او طعم معين وتيجي فجاه تاكلي حاجه على البخار بيبقى الموضوع فيه صدمه زي ما قلتي. بس يعني ممكن تحطي فيه حاجات بتبقى بتحطي مثلا الفراخ والرز تحتيها فكله بياخد من طعم بعض. بس دي صحيه 100% وكده صحيه لانك انت لما بتسخني الاكل حاجات زي فيتامين سي 70% من قيمته بتفقد في التسخين فانت احسن حاجه تطهيها على البخار يعني دي من. طيب عايزين نتكلم بقى عن طرق حفظ الخضار. يعني برضو في دي من المعلومات ممكن الغلط, الباميه الناس تاخدها وتحطها على طول. هل ليها طريقه تخزين تانية؟ الملوخيه الناس اسمها ايه تخرطها الاول تخرطها؟ الخضار تغليه ل 10 ثواني في مصفى او تنزلي عليه ميه سخنه لمده 10 ثواني وبعد كده على طول تقومي منزلي عليه ميه ساقعه وبعدين حطاه في اكياس بلاستيك من النوع الامن ومفضيه الهواء فيها حطاه في الفريزر مش في الثلاجه. في حاجات لازم تتقلي قبل ما تتخزن زي البتنجان او البطاطس تتقلي نص قليه. المشروم لازم يتحط في ميه وملح عشان برده ما يحصلش فيه تسمم او مشاكل. بس الفريزر هو اكتر حاجه امنه والاكل الفروزن برده صحي جدا. الناس بتقول لك لا مش زي الفريش. لا هو ناس كتير بتخاف منه وبتحس لا هو بيحتفظ بنفس الفيتامينز والمينرالز الموجوده ما بتاثرش خالص. فيتامين سي نفسه هو بيتا كاروتين هو ما بيتاثرش الحقيقه. طيب بس في الفريزر مش في الثلاجه وطالما طلع يستخدم. احنا لسه مكملين كلامنا ولكن بس احنا معانا ياسر على التليفون. ياسر صباح الورد عليك. صباح الفل. صباح الورد اتفضل. معلش كنت عايز اسال بس هي دي في حضرتك قالت معلومه مهمه جدا ان رقم 7 داخل المثلث المفروض احنا نتجنبه خالص لانه متخصص في العمليات الصناعيه. انا عايز اقول ان جنونات المياه الكبيره المياه المعدنيه في واحده من اكبر الشركات انتشار في مصر عليها مثلث داخله رقم 7. انا مش عايز اقول بس اسم الماركه عشان احنا عارفينها. اكيد احنا عارفينها اكيد. هي مفيش غيرها. احنا قلنا 3 و6 و7 دول اللي نتجنبهم تماما. عليها رقم 7. داخل المثلث رقم 7. طيب استاذ ياسر انا هطلب منك بس تسيب رقمك ضروري في الكنترول. اوكي بنشكر حضرتك وصباح الورد. طب ازاي تتفاعل يعني؟ والناس على فكره ما كانتش تعرف معلومه الارقام دي. لما تشوف رقم ايه تتجنبه وايه الرقم السيف ما حدش كان يعرف المعلومه دي. لا انت لو قلبتي اي حاجه هتلاقي الرقم مكتوب عليها. لا ما هي الرقم مكتوب بس احنا ما نعرفش زي ما مروه قالت ده ايه يعني الرقم ده عشان ايه. فاكرين حاجه خاصه بالشركه يعني حاجه ريليتد بالشركه ما لهاش علاقه بينا. ده لا صحيه. المفروض الناس تعرف. طب طيب خلينا نتكلم عن اتكلمنا عن طرق تخزين الخضار في الثلاجه في الفريزر عفوا. طيب الحاجه لما احطها في الثلاجه احطها وقت قد ايه؟ مثلا النهارده طبخت كده اكلتين كده اليومين احط الحاجه في الثلاجه قد ايه؟
يعني مش اكتر من يوم او يومين، اللي هو على حسب ايه يعني، مثلا الجبن واللبن الحاجات دي محطوطه عادي، لكن الاكل اللي اتطبخ ما تقعديش تسخني فيه كذا مره، يعني هو اوريدي اتسخن واتطبخ، هتدخليه ترجعي تسخني فيه تاني كل مره. لكن ممكن اعمله يعني اعمله اشيله في الفريزر واطلعه عادي بقى. لو هتاكليه تاني يوم مفيش مشكله، خليه مدتين، بس لو كده ممكن ممكن يحفظ الفريزر عادي مفيش مشكله. بس بالي كتر التسخين بيخلي الاكل يفقد قيمته، يعني قيمته الغذائيه. طيب احنا اتكلمنا عن البلاستيك، خلينا نتكلم بقى عن الازاز. الازايز اللي احنا بنحط فيها العصير وبرده بنحطه في التلاجة، او حتى ازايز المايه، ودي بتفضل معانا سنين موجوده في البيت. دي برده ازاي نقدر نتعامل معاها؟ المفروض ان هي تتغير كل قد ايه؟ اللبن، ازايز اللبن اللي بنجيبها مثلا من السوبر ماركت، ازايز اللبن وازايز العصير، يعني دايما بنروح نجيب ازايز عاديه، ازايز بنحط فيها عصير او مايه. دي رقم 2. دي بتبقى رقم 2، ودي برده سيف انها تستخدميها، بس برده كل شويه ميه وخل وتنضفيها وتحطيها. بس ما لهاش تاريخ انتهاء، يعني تاريخ صلاحيه مثلا بعد 6 شهور اصلا. بس هي تنضفيها كويس ميه وخل، وهي سيف ان انت تستخدميها تاني، ممكن تعمل لها ريسايكلينج تاني، مفيش مشكله. طيب الولاد هم رايحين المدارس بيبقوا في الزمزميات، الزمزميه بتبقى بلاستيك، فدي المفروض ان انا اغسلها ازاي؟ ايه طريقه غسلها؟ واحنا قلنا ان البلاستيك ما ينفعش ان احنا نستخدمه كتير. مش معقول انا كل شويه هجيب لابني زمزميه ب 100 ولا 150 جنيه. فاعمل ايه؟ وفي نفس الوقت هو مش هيرضى ياخد ازازه ميه كل يوم. فايه انسب طريقه ان انا اغسل الزمزميه بتاعت ابني وهو رايح المدرسه كل يوم؟ ميه وخل بس. ميه وخل كل شويه، يعني مثلا اصل هي لو هي اصلا بيبقى فيها ميه، هي ما فيهاش ما اغليهاش مثلا، ما احطهاش في جهاز التعقيم او اغليها في ممكن تعمليها كده ميه مثلا، بس بلاش، قلنا الميه السخنه يعني بلاش تيجي ناحيه بلاستيك كتير، يعني بلاستيك ما نحطش فيه ميه سخنه ولا ساقعه عشان بيحصل تفاعل. فاحسن حاجه هي اصل هي كان فيها ميه، ما كانش فيه حاجه، بس ممكن الطرف بتاعها بميه وصابون وهي من جوه تتشطف بميه وخلاص، او ميه وخل. تمام. طب خلينا ناخد معانا تليفون. معانا رانيا من القاهره. صباح الورد عليك يا رانيا. اهلا بيكي، اتفضلي. هو الارقام بتاعت التحاليل بتتكلم عليها دلوقتي دي انا عارفاها، بس هو المفروض ان رقم 5 هو الرقم الوحيد اللي المفروض نستخدمه. 5 رقم 2 و4 المفروض ان احنا بنستخدمه مش في الاكل. طيب معلش هسالك حاجه يا رانيا، انت جبتي المعلومه دي منين؟ بصي انا قريت عليها كتير قوي بقالي كام سنه، يعني على النت، وكان في برامج كتير قوي للدكاتره بتتكلموا عن الموضوع ده. انا ما بستخدمش غير رقم 5. يعني رقم 2 و4 المفروض نستخدمهم بس مش في الاكل، يعني ممكن نستخدم نحط فيهم لعب الاطفال. حتى كمان ما ينفعش ان الطفل يستخدمها، ان هو ممكن يحطها فوقه لانها خطر جدا. يعني انت يا رانيا المعلومه بتاعتك انت واخداها بس من عن طريق الانترنت؟ لا لا، النت ودكاتره. ودكاتره. يعني حتى رقم فعلا 7 لما دلوقتي فعلا البوتل اللي هي كبيرة بتاعت الميه فعلا هي مكتوب عليها رقم 7، ودي خطر جدا. وطبعا كلنا اتصلنا بالشركه قبل كده وقلنا على الموضوع ده، بس عادي ولا كاننا بنتكلم في الموضوع ده. هو للاسف بس هم بيستغلوا ان في ناس كتير يعني ما عندهاش وعي او مش عارفه قصه زي دي، زي ما احنا فعلا دلوقتي برضو احنا لسه مكتشفين الموضوع ده ولسه عارفين موضوع الارقام ده. فاكيد احنا لو شفنا اي رقم من الارقام اللي فيها خطوره او اللي المفروض ان احنا نتجنبها، اكيد احنا مش هنقرب لها مره تانية. طب قولي لي يا رانيا، عايزه اقول لك على حاجه بقى، بما انك كده بتقري وما شاء الله عليكي بتروحي لدكاتره وبتعرفي حاجات، يعني قولي لنا كده مثلا معلومه مغلوط فيها الناس كلها بتعمل، يعني متعوده انها تعملها وهي اصلا غلط، والبديل بتاعها ايه؟ لا هو يعني مثلا موضوع ان العلب وكده لما نيجي نحط فيها الاكل، في ناس بتسخن الاكل وتغليه وتحطه على طول في العلب. يعني المفروض ان احنا بنستنى لما هو يبرد برده شويه وكده، وبعد كده نبدا نحطه في العلبه، ولما يبرد خالص نبدا نحطه في الثلاجه. في ناس بقى على طول بسرعه من النار على العلبه على الثلاجه. دي معلومه. طيب رانيا احنا بنشكرك جدا على مكالمتك وصباح الورد عليكي. احنا عايزين نرد بقى على رانيا، ان رانيا قالت انه رقم 7 بس هو الخطر. الخطر الباقي مش 7 بس، هو الخطر 3 و7 و6 و7. ممكن تكون سالت دكتور اطفال، دكتور بس مش دكتور متخصص في تغذيه، لكن دي حاجه احنا واخدينها من جايد لاينز موثوق فيها. 3 و6 و7 غير امنه تماما. هي قالت 5 بس في الطبخ، احنا ما قلناش حاجه غير كده. 5 اللي احنا قلنا علب الحلاوه والايس كريم اللي هي ممكن ناخدها نحط فيها اكل تاني. 2 ده اصلا ازايز لبن قلنا ممكن مش هنطبخ فيها. ف طب طيب. بتعملوا ايه بقى مع الشركات زي ما اسمها رانيا قالت ان شركات الميه عاملين رقم 7 نفس كلام استاذ ياسر. طيب يعني في 2 اهم، يعني انا ما كنتش عارف طبعا المعلومه دي خالص، بس ادينا عرفناها. هم عرفوا واشتكوا،
فالمفروض بيبقى فيه التصرف ازاي؟ هل بيبقى فيه بنكلم حد مثلا معين؟ طبعا اكيد وزاره الصحه وزاره الصحه وفي حمايه المستهلك والرقابه المستهلك. يعني لا يعني لازم كذا جهه تتدخل في الموضوع والرقابه على المواد الغذائيه، يعني في كذا جهه لازم لا ولازم الناس كمان تقرا موضوع زي ده، ولازم الناس يعني طبعا من خلال وسائل الاعلام يعني زي ما دكتور ياسمين موجوده معانا، الناس برضو تبدا تلتفت للموضوع ده وتعرفه يعني وتبقى على درايه بيه اكتر. ده ما يسكتش اصلا، متهيالي يعني هي ازاي فاتت على الرقابه في وعدوا رقم 7 مش طيب. خلينا نكمل كلام عن الاطفال، ويمكن احنا دلوقتي خلاص في فتره مدارس، الى جانب الزمزميه اللي بتبقى معاهم بيبقى في العلب او اللانش بوكس ايوه اللي بتتحط فيها الساندوتشات او الفاكهه، دي بتبقى سيفتي ولا فيها اي مشكله؟ هي لو انت بتاخديها طبعا من نوع نظيف لازم تبقي جايباها من في حتت بتبيع حاجات رخيصه جايه من الصين بيبقى فيها ماده رصاص كتير قوي، فلازم تاخديها من ماركه من حته تكون سيف. انا عايزه اقف عند كلمه النوع النظيف، انا ازاي اقدر احدد ان هي نوع نظيف؟ ان هي تبقى مش صيني وخلاص؟ يعني بصي يعني بتبقي واثقه اول المنتج اللي انت جايباه، يعني بيبقى ماركه ليها اسم وبيبقى برده مكتوب رقم البلاستيك على العليم، يعني بيبقى معروف ان النوع دوت نوع نظيف. طيب خلينا كده يعني قبل بقى يعني ما وقت الفقره يعني ينتهي، خلينا نقول نصايح عامه للستات البيوت وكمان يمكن الرجاله، لان الرجاله زي هو يمكن اول اتصال جانا من كان من استاذ ياسر، فكمان الرجاله بقوا مهتمين بالحاجات دي جدا، الناس كلها بقى عندها وعي وعندها اهتمام شديد يعني. لا وفي رجاله كتير كمان بتعرف تطبخ دلوقتي يعني معتمده على نفسها بتعرف تطبخ كمان، فبرضه نديهم نصايح يعني. زي ما قلنا لازم نقرا على كل علبه الرقم المكتوب عليها من تحت، هعرف اخزن الاكل ازاي واحفظ الاكل ازاي، الاكل نفسه اللي انا باكله لازم كل العلب بتكتب فيه من ورا كده فود كومبوزيشن، لازم تبقي عارفه الاكل انت فيه ملح قد ايه، فيه دهون قد ايه، المواد اللي انا بستخدمها في التنظيف برضو تبقى حاجات ما فيهاش فيها مواد كيميائيه كتير قوي، الخضار لازم يتغسل بميه وصابون قبل ما يتاكل، يعني لازم ابقى واخده بالي من هو قلتي ميه وصابون اهو الخضار اهو قلتي ميه وصابون الخضار ميه وصابون كل انواع الخضار يتغسل بميه وصابون والفاكهه يعني البرقوق عامه بتبقى متغطيه انت بتقشريها لا مثلا البرقوق المشمش الخوخ الحاجات دي بتتاكل زي ما هي كده ما بتقشرش اللي بتتغسل ميه، بس الحاجات اللي هي بتبقى مفتوحه دي هي اللي بتبقى التين والخوخ والحاجات دي هي اللي بتبقى فيها مشكله، بتبقى دايما ممكن تحصل منها دايريه نزلات اسهال نزلات معويه كتير قوي في الصيف، فلازم تبقي واخده بالك ما تبقاش من حاجات تبقى مغلفه مش مكشوفه مش واقف عليها الدبان. طبعا احنا بنشكرك جدا جدا على الفقره الحلوه دي ويعني افدتينا بجد بمعلومات يمكن اول مره نكون بنسمعها احنا وكمان مشاهدينا، ويا رب يكونوا استفادوا. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك وانك شرفتينا النهارده. دكتوره ياسمين الصرفي اخصائيه التغذيه العلاجيه نورتينا، وصباح الورد عليك. صباح الورد عليك يا دكتور، وبجد استفدنا منك والمعلومات اللي احنا ما كناش عارفينها عرفناها والارقام، ويا ريت كل المشاهدين يلتزموا كمان بالارقام دي وبالمعلومات دي. شكرا جزيلا ليكي وصباح الورد عليك. صباح الفل.